ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا احنا عندنا مشكله كبيره السنه دي، كل الناس عماله تتكلم عليها، المنهج الجديد بتاع جونيور 4 او جريد 4. انا عايزه اقول لكم ان الدنيا ولا مشكله ولا حاجه، احنا لحد دلوقتي ماشيين مع بعض، الدنيا سهله وبسيطه، وهنمشي مع بعض ستيب باي ستيب وهنلاقي الدنيا ان هي كويسه خالص. اول حاجه عندنا خالص في الجرامر السنه دي حاجه بسيطه جدا كلنا عارفينها من زمان، البريزنت سيمبل. البريزنت سيمبل، انا دايما لما باجي اشتغل البريزنت سيمبل ببدا كده، يعني اول حاجه بعمل ريفيجن كده على البروناونز وايه بقسمها لتو تيمز. ها مين يقدر يقول لي ايه هي البروناونز بتاعتي؟ السبجكت بروناونز هم عددهم 7. يلا بينا. احنا عندنا اي، هي، ها ايه كمان؟ شي، ها ايه كمان؟ ات، هم، وي، يو، اند، ذي. دول كده السبن سبجكت بروناونز بتوعي. انا بحب بس لما باجي اقسمهم كده بزود حاجه على التيم ده وبزود حاجه على التيم ده. هزود هنا معاهم كمان السنجلر، وهنا البلورال. سنجلر اللي هو الكلمه المفرده، وبلورال اللي هي الكلمه الايه؟ الجمع. تمام كده؟ تمام. يبقى انا كده عندي البروناونز بتوعي 7، قسمتهم لتو تيمز و زودت مع التيم ده اللي هو هي وشي والات السنجلر، والتيم ده زودت معاه البلورال. طيب انا هسمي التيم ده تيم اس او اس تيم، ده ممكن نسميه اي حاجه او ما نسموهوش عادي، المهم ان انا معايا التيم ده انا مسمياه اس تيم. اوكي، خلي بالكم الاي مش بالضروري تكون دايما مع دول. انا دلوقتي في البريزنت سيمبل انا عندي تو تيمز، اي، وي، يو، ذي والبلورال، وعندي التيم الثاني اللي هو الاهم، التيم ده اللي هو دايما بيبقوا مع بعض، واللي بعمله مع هي هو هو اللي بعمله مع شي، هو اللي بعمله مع ات، هو اللي بعمله مع سنجلر وورد، وعندي الفريق الثاني زي ما احنا عارفين. طيب انا ليه سميت الفريق ده تيم اس؟ لان انا هنا التيم بتاعي ده دايما بيختار الفيرب اللي بيكون فيه اس، دايما بيختار الفيرب اللي بيكون فيه اس. طيب ايه هو بريزنت سيمبل مبدئيا كده؟ يعني ايه كلمه سيمبل؟ برافو، سيمبل يعني بسيط، سيمبل يعني ايه؟ بسيط. بريزنت سيمبل دي ابسط جمله انا اقدر اكونها في زمن المضارع، ابسط جمله ممكن اكونها. ليه ابسط جمله؟ انا عندي شقين رئيسيين هما اللي لازم يكون فيهم السبجكت اللي هو الفاعل. يعني ايه فاعل؟ اللي بيقوم بعمل الفعل. يعني لما اقول I eat a sandwich، I eat a sandwich، مين اللي كان الساندويتش؟ برافو، انا الفاعل، انا السبجكت. طيب we play football، we play football، مين اللي بيلعب كوره؟ we، احنا، السبجكت. برافو عليكم، ماشيين حلو قوي. طيب انا هقول لكم جمله وفكروا كده معايا ايه هو السبجكت بتاعها. Farmers grow plants. Farmers grow plants. ها مين اللي بيزرع الارض؟ تمام، farmers، يبقى دول كده هو الايه؟ السبجكت. ايه ده farmers؟ انا كده ما كتبت ما قلتش السبجكت ان هو pronoun. ايوه، مش بالضروري ان السبجكت او اللي انا اقول ان هو بيعمل الفيرب يكون pronoun. ممكن يكون كلمة singular، ممكن يكون كلمة plural، ممكن يكون قرابة، ممكن يكون وظيفة. يعني لما أقول my mom cooks the dinner، my mom cooks the dinner، إيه ده؟ مين السبجكت؟ mom، أنا قلت هنا قرابة. ممكن أقول doctors help sick people، doctors help sick people، مين اللي بيساعد المرضى؟ doctors، يبقى هما دول السبجكت، أنا قلت اس وظيفة. ممكن أقول the hospital is the place to cure، يبقى انا كده السبجكت عندي place اللي هي the hospital. يبقى انا مش بالضروره ان السبجكت يكون عندي pronoun، لا هو ممكن يكون كلمه singular او كلمه plural. طب يلا بينا نطبق القاعده. لو انا عايزه اقول مثلا انا بكتب الهوم ورك، انا it means
I have. بكتب انا هنا عندي اي حاجه غير الفيرب. انا قلت ان البريزنت سيمبل ابسط جمله بيكون عندي السبجكت وراه على طول الفيرب، السبجكت وراه على طول الايه الفيرب. عندي اي حاجه في النص؟ لا انا ما عنديش اي حاجه في النص، يبقى هكتب وراه على طول الايه الفيرب. I write my homework. I write my homework. طب انا عايزه اعمل معاكم كده ايه حاجه بسيطه، تعالوا نعمل replacement. بدل I اخليها he. Instead of I start with he. طيب تعالوا كده he. هيجي انا قلت عنها ايه؟ انا قلت عنها ايه؟ انا قلت عنها انها S team of team S. يبقى he writes. هينفع اقول my طالما بتكلم عليه he؟ يبقى هتبقى his homework. اوكي؟ I write my homework. لو انا عملت replacement شلت I و instead of I put he، يبقى he writes. He writes his homework. Okay? Stay with me. ودلوقتي هناخد مع بعض examples تانية ليها تطبيق على نفس الزمن بتاعي. لو أنا قلت a farmer grow or grows. Of course, grows. A farmer. A farmer. Singular. Singular word. So, a farmer grows rice. Okay? طيب. Instead of a farmer, أنا عايزاك start with farmers. Okay? Let's start with farmers. يلا. Farmers. Farmers دي singular ولا plural word؟ Of course plural. Farmers ها البلورال او الجمع مع الاس تيم؟ لا طبعا، يبقى هنشيل الاس. grow rice. اوكي يبقى دي كده اول حاجه عندي في المنهج، اول حاجه جرامر عندي في المنهج. البريزنت سيمبل ليه اسمه بريزنت سيمبل؟ هي ابسط جمله في اللغه الانجليزيه في زمن المضارع. ليه بسيطه؟ انا عندي حاجتين اساسيين وبعد كده اكملت الجمله. ايه الحاجتين الاساسيين اللي عندي؟ السبجكت، وقلنا ان السبجكت مش لازم يكون بروناون، وقلنا كمان ان تاني حاجه بتبقى موجوده عندي في الجمله هي الفيرب. هل انا عندي اي حاجه في النص ما بينهم؟ لا مفيش. وبعد كده بقى تتمت الجمله اللي هي بتدي للجمله معنى. خليكوا معانا علشان نكمل شغلنا. ودلوقتي يلا بينا نقرا الفوكاب مع بعض. لو انت معاك قطر الندى زي الكتاب اللي في ايدي ده، هتلاقي مع بعض هنفتح البيج بتاعت الفوكاب اللي هي بتاعت lesson 1 اللي احنا شغالين فيه، اللي هي بيج نمبر 26. اوكي يلا بينا نقرا مع بعض الفوكاب. انا عندي اول حاجه bananas، chicken، grapes، mangoes، milk، onions، potatoes، rice، sugar cane، watermelon، tomatoes، vegetables. اوكي دي كده الفوكابس بتاعتي. عندي كمان شوية فيربات get. الفيربات دي هي اللي انا بصرفها، يعني في present simple لو انا عندي he او she او it او اي كلمة singular قبل get فانا بحط لها s. get، build، have، feed، mean، keep. اوكي انا عندي حاجة اسمها special expressions كده، او الاكسبريشنز اللي بستخدمها على بعض، زي special food اللي هو الاكل مخصوص، looks delicious، come from، that's right، what else، many things، for us، yum. اوكي احنا عندنا هنا اليونت 1 دي بتتكلم على الفود اند درينك. بتتكلم على ايه؟ فود اند درينك. فود اند درينك. اوكي احنا عندنا هنا في مصر مثلا من انواع الاكل الموجوده ايه؟ ممكن نقول احنا بنقدر نزرع ايه او نربي ايه موجود عندنا في مصر. احنا مثلا نقدر we grow rice in Egypt. احنا نقدر نزرع رز في مصر. we raise chickens in Egypt. we raise chickens in Egypt.
We also grow tomatoes and onions. We also grow tomatoes and onions. يبقى احنا كده دي حاجات ليها علاقة بالفود ازاي بنحصل عليه في مصر وايه ازاي بنوصل للمأكولات اللي عندنا. يلا بينا مع بعض نقرا الريدنج اللي عندنا. Lunch is ready. I made some special food for us. دي مام هنا هي اللي بتكلم ابنها بتقول له Lunch is ready. الغدا جاهز. I made some special food. I made some special food. احنا قلنا عندنا special expressions زي special food for us. Maggie said, Mom, it looks delicious. احنا looks دي دايما بيجي وراها adjective. كلمة looks دي دايما بيجي وراها adjective. يعني ايه adjective؟ يعني صفة. يعني انا لو عايزة اتكلم على البنت واقول ان هي جميلة اقول she looks pretty. يبقى looks بيجي وراها adjective. ماشي؟ Mom, which food comes from our country do you think؟ مام بتسأل ماجد بتقول له ايه هو الاكل اللي بيجي من our country اللي هي مصر بلدنا تعتقد؟ فماجد كده قاعد يفكر. تعالوا نشوف رد قال لها ايه. I think we grow rice in Egypt. قال لها بيتهيألي احنا هنا في مصر بنزرع الرز. مام said yes that's right. What else؟ قالت له ده كلام صحيح. That's right. What else؟ ايه كمان؟ I think we raise chickens in Egypt. يبقى هو كده بص للأكل اللي موجود عندها اللي هو السبيشال فود اللي مام عاملاه وقال لها إن we grow rice in Egypt. ولما سألته إيه كمان قال لها we raise chickens. إحنا بنربي كمان الفراخ في مصر. مام قالت yes and tomatoes and onions. Egypt farmers produce many things you see on this table. قامت قالت له الفارمرز اللي هم الفلاحين produce. هل هنا احنا حطينا الفيرب اس؟ قلنا produces؟ No قلنا produce. ليه؟ علشان farmers دي plural. ماشي؟ قالت له الفارمرز بينتجوا حاجات كتير من اللي انت شايفها قدامك على التيبل. Let's eat. في نوت مهمة لازم نعرفها ان let's الفيرب بيجي وراها في الانفينيتيف وتو كمان الفيرب بيجي وراها في الانفينيتيف. يعني ايه infinitive؟ يعني verb بيجي سادة زي ما هو في المصدر ما فيهوش اي حاجة زيادة. يبقى انا عندي قلت شوية notes هنا. النوت الاولى قلت ان كلمة looks بيجي وراها adjective. looks بيجي وراها adjective. يعني ايه adjective؟ يعني صفة بوصف حاجة ان هي حلوة وحشة طويلة قصيرة مرة adjective. the food looks delicious. okay. which دي معناها اي او ايهما. ويتش الفرق بينها وبين وات ان الويتش دي جايه دايما للمقارنه. المقارنه بين حاجه وحاجات اخرى. طب انا هقرا معاكم السؤال ده وقولوا لي هنا المقارنه فين. ويتش فود كومز فروم اور كونتري. هل هنا في مقارنه؟ يعني بيقول بيقارن بين حاجتين؟ لا. بس هنا بيقول يعني هو بيتكلم على انواع كتير للاطعمه وبيقول اي نوع من كل الاطعمه اللي بيبقى موجوده عندنا في مصر. يبقى ده كده فعلا انا استخدمت ويتش للمقارنه. اوكي. واحنا قلنا من شويه ان let's بيجي وراها infinitive. يعني ايه infinitive؟ يعني الفيرب بيكون في المصدر. let's raise chickens. يلا بينا نربي فراخ. طب لو عايزه اقول يلا نلعب هنقول ايه؟ let's play. يلا نعمل واجب. let's do our homework. ها يبقى let's بيجي وراها الفيرب في الانفينيتيف. to برضو بيجي وراها الفيرب في الانفينيتيف يعني المصدر. يعني ساده زي ما هو ما فيهوش اي حاجه. We keep chickens to get eggs. احنا بنربي او بن بنخلي الدجاجة علشان نحصل منه على البيض. ماشي. يبقى we keep chickens to get eggs. ها ممكن استخدمها ايه كمان؟ I used to play football. I used to play football. يبقى قلت to هنا وراها الverb في الانفينيتيف. يبقى انا ايه النوتس اللي عندي لحد دلوقتي؟ looks بيجي وراها adjective. ماشي. looks pretty, looks tall, looks short. which دي للمقارنة بين حاجتين الفرق بينها وبين what. وعندي كمان let's بيجي وراها الverb في الانفينيتيف. اوكي. let's play, let's raise, let's do بيجي وراها الverb في الانفينيتيف. عندي كمان to الverb بيجي وراها شكله ايه؟ في الانفينيتيف. تمام. وعندي for بيجي وراها noun ودي بيبقى معناها من اجل.
I bought food for chickens. I bought food for chickens. يعني أنا بشتري الطعام للفراخ. For يعني لل. أنا كده بعلل الحاجة. I made some special foods for us. أنا بعمل طعام لينا. أنا بعمل الطعام ليه؟ لينا. أنا كده بستخدمها من أجل أو للتعليل. تمام؟ أتمنى أكون قدرت أوصل لكم lesson 1 بطريقة تكون سهلة وقدرتوا تفهموها بشكل كويس. Thank you for watching. Bye bye.